الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم الخروج من المقابر في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية الخروج من المقابر دليل على عدم قدرة صاحب الحلم على حل مشاكله، وإذا رأى النائم في منامه أنه يخرج من المقبرة فتلك دليل على التخلص من المشاكل الكبيرة التي يعتقد أنها لا تحل. الخروج من المقابر دليل على تحسن أحوال صاحب الحلم في القريب العاجل. عدم القدرة على الخروج من المقابر رؤية غير محمودة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة في منامها أنها تذهب إلى المقابر فتلك دليل على خوفها من المستقبل. الذهاب إلى المقابر وعدم القدرة على الخروج منها دليل على المشاكل التي يعاني منها صاحب الرؤية. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تذهب إلى المقابر دل هذا على تعرضها للضغوطات من المحيطين بها. رؤية الذهاب إلى المقابر دليل على الزواج، والله أعلى وأعلم. رؤية المقابر المفتوحة في المنام دليل على الهم والحزن في حياة صاحب الرؤية. رؤية مقبرة طفل صغير في المنام دليل على موت طفل صغير قريب لصاحب الرؤية. الوقوف بجانب مقبرة في المنام إشارة إلى انتشار الفتن حول صاحب الرؤية. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن هناك قبر مفتوح دل هذا على مشاكل توجد في حياتها. إذا رأى النائم في منامها أنه يفحر قبرا ثم دخل فيه فتلك رؤية غير مستحبة، حيث تدل الرؤية على اقتراب موت صاحب الحلم والعلم عند الله. عند رؤية حفر القبر في المنام فيجب على الرأي أن يفعل الصالحات ويبتعد عن فعل المحرمات. أما إذا رأى أنه يقوم بنبش قبر لميت فتلك دليل على النجاح والحظ الكبير في الدنيا، والله أعلى وأعلم. ورؤية الشاب الأعزب في منامه أنه يفحر قبرا دليل على زواجه من فتاة بخيلة، ونسأل الله السلامة والعافية. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.